مرحبا شباب، اليوم جايب لكم شغلة تفيد حلوة، وهي تنزيل الألعاب اللي احنا كثير من عندنا يحب الألعاب اللي بيها مراحل، بس ما موجودة هي على سوق بلاي. يعني من نروح على سوق بلاي ونكتب أي لعبة من هاي اللعبات، الأسفلت أو الكومباكت أو غيرها، ما موجودة، بس تطلب مبلغ من المال، يعني طريق بطاقة وشغلات. اليوم اكو شغلة، انه اكو سوق ما موجود على سوق بلاي، اللي هو اسمه الموبو ماركت. هو ما موجود على سوق بلاي، يعني حتى لو اجينا وكتبنا موبو ماركت ما راح نلقاه، ما موجود يعني. بينما نقدر نلقاه احنا عن طريق البحث بالجوجل، نكتب موبو ماركت، هذا هو الموقع مال الاصلي، تفتحه وتقوم بعملية التنزيل. تنزيله كلش بسيط، هو انت مجرد يعني انه تلقى الموقع هذي تضغط عليه، راح يبدي ينزل فوق هنا تنظيمه، يبدي ينزل، هذا جاي ينزل، هو هذا هو موبو ماركت. هسه بعد التنزيل راح اراويكم شلون ننزل الالعاب. هنا اللعب السوق نزل، هذا هو ثبت تثبيت اعتيادي. بعد التثبيت نفتح السوق شي اعتيادي هذا. طيب هذا هو هاي بداية، يطلب منك تحديث تنطي الغاء. هنا تروح للألعاب، هنا راح تلقى مجموعة ألعاب اللي هي شبيهة بألعاب السوق بلاي، بس ما راح تلقى الألعاب يعني الثقيلة اللي احنا نريدها. انت مجرد تروح للبحث تكتب لعبة معينة انت تتذكرها ولعبها قبل او ما تعرفها، تكتب لعبة اسفلت اللي هي اللعبة تكون هاي حجمها 1 جيجا، ما موجودة هاي، راح تلقاها موجودة هنا اسفلت، وهاي تنزيل مالها، تنطيها تنزيل. بعد ما تتنزل هنا هاي سانة من ثبتها، بس بعد ما تنزلها هاي اللعبة راح تلقاها هنا اللي هي هاي اسفلت، راح تدوس عليها يقول لك استكمال التحميل، ما راح يطلب منك لا فلوس ولا شيء، مجرد تستكمل التحميل، موجود نت قوي، راح شو اسمه تشغل اللعبة. عندك هاي اللعبة هم عندنا ننزلها الآن اللي هي كومباكت ميودم، هاي يطلب مني تنزيل، تنزل اللعبة وتشتغل عادي. أيضا أكو لقيت لعبات هواي غير هاي اللعبة اللي قبلها. هاي اللعبات اللي تشوفوها كلها لعبات حجمها 1 جيجا، مجرد تنزلوها وتثبتوها وتشغلوها يطلب منك استكمال بعض الملفات تشتغل رأسة. بس انت تكتب بالبحث بهذا السوق، تكتب مودرن كومبات، مجرد تكتب هذا وتسوي بحث مثل ما قلت لك، هنا تبحث، هنا بهاي الفقرة تبحث العدسة وتكتب مودرن كومبات، مودرن كومبات، مودرن كومبات، تضغط بحث، راح يطلع لك هاي اللعبات. وطبعا هاي مو طبيعي، اللعبة هاي مودرن كومبات عسكرية، برادر ارمز، هاي كل اللعبات موجودة بفلوس بسوق بلاي، بينما هنا تلقاها مجانية، تلقاها مجانية. شكرا جزيلا للمتابعة.